قوية وممكن التالت، ممكن التالت. يا سلام يا حاوي، يا سلام يا حاوي. أيمن حفني كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها أيمن حفني، وعدى بمهارته. وأيمن ويعني اللاعبين بيتساقطوا من مهارته، بس من مهارته فقط. حاجة كده زي سعيد العويران لما كان بيلعب بلجيكا في كأس العالم وعمل هدف مارادوني، اللاعبين كانوا بيقعوا لوحدهم.